رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم في الصندوق معانا ومعاكم النهارده دكتور البدرشيني. ياسر علي البدرشيني استاذ بجامعه الازهر ياسر علي اهلا بحضرتك اهلا بيك استاذ ياسر اسفين استاذ ياسر علي البدرشيني اهلا بحضرتك اهلا وسهلا ومعانا دكتور وائل آه الكوميلي خبير تنمية بشرية ولايف كوتش ومدير أكاديمية سمارت لايف أنا بحضرتك أهلا بيك يا شو النهاردة موضوع حلقتنا عن النظام التعليمي وأثر النظام التعليمي على الطلاب عايزين نعرف من حضرتك إيه الأثر اللي وقع علينا كلنا الموضوع فعلا كان محتاج إن إحنا ناخد من حضرتك معلومات كتير وعايزين حضرتك تتكلم معنا فيه النهاردة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه بحب ارحب بيكم وباداره القناه المحترمه ربنا يخليك وبرحب أخي وصديق عمري الدكتور وائل الحميدي على تواجدي معكم يعني في هذا البرنامج المحترم طبعا النظام التعليمي احنا لو اتكلمنا عنه اي نظام تعليمي بيبقى ليه اثار في اثار ايجابيه وليه اثار سلبيه من ضمن الاثار الايجابيه ان التجربه نفسها تجربه مهمه جدا جدا كان لازم اصلا يعني نتعلم منها وكان لازم تتم هذه التجربة منذ أكثر من عشر سنوات تمام ولكن هي تأخرت ولكن جت في وقتها بس كان في تحديات للتجربة الجديدة في العملية التعليمية من ضمن التحديات دي أن عدم وجود استعداد من طلبة المدارس والجامعات للتجربة نفسها أنهم يعيشوا هذه التجربة م. وأيضا كان في طبعا عدم استعداد في تجهيز المؤسسات التعليمية كان اغلبها غير مجهز للنظام التعليمي الجديد، وده اللي خلى الثوره اللي شفناها من الناس او الانفجار اللي شايفينه من الغضب عند اغلب اولياء الامور لطلاب المدارس والجامعات انهم مش عارفين هم حاسين ان التجربه دي جديده وهتعود بالسلب عليهم. اكيد فده طبعا بينتج عن ايه؟ عن عدم وجود تخطيط يعني لهذا النظام منذ البدايه. للمؤسسات التعليميه وللطلاب وعدم وجود تهيئه لهم. طيب عشان نتغلب على هذه المشكله نعمل ايه؟ يبقى لازم الاول يعني التجارب اللي بتدور دلوقتي لازم هذه التجارب تكون مدروسه دراسه جيده ولازم يبقى في مرونه من قبل المؤسسات التعليميه والقائمين عليها يبقى عندهم مرونه كبيره لاستيعاب المشاكل الناتجه من الطلاب. لان انا عندي بعض الطلاب مش قادرين ان هم يخشوا على المنصات التعليميه دي حقيقة. بعض الطلاب مش عارفين مواعيد المحاضرات او مواعيد الدروس التعليميه بتاعتهم مم. آه المدرسين طبعا جات لنا جائحه كورونا جائحه كورونا اثرت على النظام التعليمي وشبه ان هي وقفته تماما يعني هي كان لها دور كبير ايضا كان ليها دور كبير في تاثير في كل حاجه في البلد النظام مم. الجديد انه يستمر بفعالية ويستمر بال بما هو مخطط له من قبل وزارة التربية والتعليم أو من قبل المؤسسات التعليمية تمام فإحنا لما نتكلم عن النظام التعليمي كنا بنتكلم عن أن يكون الوقت مناسب لي أو مناسبة الوقت لهذا النظام التعليمي أعتقد أن الوقت الحالي اللي إحنا بنعيشه غير مناسب للنظام الجديد لأن لأن جائحة كورونا جات من ناحية فما كانش فيه تمهيد للطلبة وطلاب المدارس والجامعات أن هم هيعملوا ايه ما كانش مم. فيه تهيئه مناسبه ليهم من قبل ادارات مدارس ولا قبل اولياء امور ولا قبل يعني اي مسؤول انه يوضح الدنيا هتمشي ازاي ما فيش تدريب كافي للدخول على المنصات التعليميه عشان كده احنا بنتكلم احنا محتاجين يبقى في برامج تدريبيه من قبل المؤسسات التعليميه ومن قبل المسؤولين التعليم في مصر محتاجين انهم يعملوا برامج تدريبيه كافيه لشرح النظام التعليمي بشكل جيد وللتغلب على المشكلات اللي بتقابل الطلبه من عدم استطاعتهم للدخول للمنصات التعليميه ايضا وزاره الاتصالات لها دور كبير يعني احنا من ضمن المشاكل ان احيانا الطالب يجي يدخل على المنصه التعليميه يلاقي ما فيش نت عنده يعني احنا عندنا في مشكله في الاساسيات او البنيه التحتيه اللي موجوده لدى هؤلاء الطلاب في منازلهم او داخل المؤسسات التعليميه م. انا النهارده ممكن اجي اشتغل محاضره الاقي النت إن عندي فاصل دي حقيقه وبالتالي المشكله دي ممكن تقابل الطالب نفسه فهم. طيب هتعامل معاها ازاي هل في بديل ليها عشان كده احنا بنقول احنا محتاجين تكاتف من كل المؤسسات الموجوده او المعنيه بالنظام التعليم الجديد من وزاره التربيه والتعليم منها وزاره الاتصالات لازم تعيد النظر في الاستعداد الكافي لشبكه الانترنت الموجوده ولازم يعملوا تقويه لها ولازم يغيروا الكابلات الموجوده الناس بتشتغل عليها وبتستخدم الانترنت من خلالها دي كلها مشاكل بتقابلنا في العمليه التعليميه <applause> فطبعا دي أغ... يعني اهم المشكلات تمام <applause> احنا برضو كنا عايزين نعرف حضر راي حضرتك يا دكتور وراي حضرتك في في, في كلام دكتور ياسر وبرضو وجهه نظر حضرتك ايه بحييك يا خلود وصباح الخير عليكي وعلى دكتور ياسر اخويا طبعا وجميل الكفاح بشكلك عديدة جدا بأشوف طبعا ان انا موجود معاكي النهارده في صحبه الدكتور ياسر للحديث عن مشكله قوميه أكيد يعني, طبعًا. ما يعني دائما ما نجتمع انا ودكتور ياسر في مشكلاتنا البيئيه الصغيره اللي تخص سقاره او منطقتنا كبدرشين لكن النهارده احنا في مشكله يعني شبه عالميه فاحنا هنناقشها بشكل قومي عن طريق مصر تحديدا الا وهي اثار كأحد كورونا على حياتنا عموما وبالاخص على موضوع التعليم موضوع التعليم موضوع شائق جدا جدا لانه بيحمل شقي آه راحه في الـ الـ يعني آه طياته. الشق الاول هو آه العمليه التعليميه نفسها كبنيه وكخطوات وكترتيبات وانتقال من مرحله الى مرحله ده امر مهم جدا ولا يمكن ان نغفله. الشق الثاني هو عمليه التعلم ذاتها. يعني انا لو في الشق الاول فرضت ان انا همرر السنوات وخلاص اقعدوا في البيت وانتم من سنه تانية بقيتوا في سنه ثالثه ومن ثالثه بقيتوا في رابعه اوكي هحترم منك ده عشان انت بتقدر ظروفي ان انا كمجتمع ككل او كالعالم كله يعني متاثر بجائحه كورونا ومش قادر انزل اشارك في المدارس. لكن في المقابل هل انا اتممت العمليه التعليميه او عمليه التعلم اللي المفروض احصل عليها خلال هذه المراحل الانتقاليه؟ حقيقي. هي دي المشكله والازمه اللي احنا لازم نتكلم فيها ونعالجها بشكل عام. مش كده دكتور ياسر هنا عندنا احنا آآ آآ الاسره نفسها كمان ما بقتش فاهمه هل هو مهمتهم ان هم يعدوا الاولاد للامتحانات وتعدي العمليه؟ لا انا بقول لك اطمني يا ستي كل الاولاد هينجحوا يعني انا ما عنديش معلومه مؤكده لكن الشاهد العام ان الاولاد هيمتحنوا امتحان واحد ومن ثالثه اعدادي هيبقى امتحان في اخر السنه واولى وثانيه ثانوي هيبقى امتحانهم ثلاث ايام بالتناوب سبت اثنين اربعه وحد وثلاثه وخميس يعني العمليه بقت اكثر يسرا وسهوله فبالتالي التحصيل يعني هيبقى التحصيل النجاح يعني الى حد ما كويس حد ما مقبول مم. لكن هل اهتميتي بقى انت كأم وده طبعا يعني اللي يخصنا في البرنامج بتاعنا برنامج في الصندوق اللي بي بيأكد دايما على مشكلات المجتمعيه اللي تخص الام او الاسره بشكل عام حتى اسره اهتمينا بعمليه التعلم هل احنا آه قدرنا ان احنا آه نكمل الدور اللي ناقص لطلابنا من خلال ان احنا نزود مصادره التعريفيه ان احنا ناكد على المعلومات الاوليه عنده وبالتالي نضيف عليها معلومات سنويه هل ده حصل ولا لا هي دي القضيه احنا دلوقتي بقينا بن... ننمي كل مشكلتنا على الدوله ممثله في وزاره التربيه والتعليم صحيح ليها دور كبير م. وصحيح وزاره التربيه والتعليم عليها عامل كبير في انها توفر المناخ وبالتالي تشرح او توضح للناس ازاي يستخدموا هذا هذه الاليه الحديثه لكن كمان احنا في ظروف استثنائيه ما ينفعش افضل ارمي الدور على الدوله وبس لان يعني انا كمان مسؤول كام م. او كاب او كاسره بشكل عام مسؤول ان انا اتابع عمليه التواك او اواكب عمليه التطور او التدهور اللي ممكن تحصل دفع. لان انا في كل الاحوال انا ماشي مش ستريت انا ماشي يعني زجزاجي كده لان بتحصل ازمات بتحصل مشكلات فانا لازم اكون مستعد دايما لاي ازمه عندي الاليه بتاعتي ان انا اواجه اي أزمة فرسالة من خلال برنامجك برنامج في الصندوق يا خلود ان لازم الاسرة تكون مستعدة عليها عمل كبير جدا طبعا, طبعًا. انها تواجه التغييرات اللي بتحصل كل فترة اكيد هنطلع فاصل ونرجع لك تاني عذرا بقى للإنقطاع الفني دوت ونرجع تاني لدكتور ياسر وعايزين بما ان حضرتك دكتور جامعي في جامعه الازهر عايزين نعرف هل التعليم اتاثر في الجامعه عند حضرتك؟ اكيد طبعا التعليم اتاثر في كل المؤسسات الجامعيه او المؤسسات الدراسيه التعليميه بشكل عام يعني في تاثر كبير ان في طبعا الطلبه زي ما قلت لك قبل كده الطلبه كانوا غير مهيئين وجت جائحه كورونا كملت يعني اثرت بشكل كبير جدا يعني عدم تواجد الطلبه في المؤسسات التعليميه ده دي مشكله كبيره من المشكلات مم. ليه لان الطالب ما يقدرش يفسر المعلومات اللي موجوده في المناهج بنفسه يعني المقررات الدراسيه اللي موجوده داخل الاهداف التعليميه اللي موجوده داخل المقررات الدراسيه دي الطالب هيستوعبها ازاي بدون شرح وبدون حضور محاضرات <applause> فاحنا في الجامعه الحمد لله قمنا بالتغلب على هذه المشكله بعمل منصات تعليميه تم اعداد المنصات التعليميه وتم يعني تهيئتها بشكل جيد ولكن زي ما قلت لك هي في بس يعني مشكله ان الاتصال او وسائل التواصل الاجتماعي اللي بنشتغل بيها احيانا بتكون بطيئه مع الناس واحيانا في اماكن الاتصال الانترنت فيها بيبقى ضعيف او منقطع او الطالب نفسه ما عندوش خط نت داخل منزله أيوة. فد... بال... وما عندوش جهاز كمبيوتر يعني وما بيقدرش ان هو يستخدم يدخل على المنصه مش عارف ان هو يدخل عليها او يتعلم منها فدي كلها مشاكل بتقابلنا عن يعني الحضور طبعا نسبه الحضور بتكون ضئيله مقارنه بان الطالب يحضر داخل المدرج قدامي ويتفاعل معايا التفاعل بيبقى بطيء مش بال... على الوجه المطلوب أو بالشكل الكامل اللي إحنا نقدر نتعامل بيه ويقدر يسأل في مشكلة تقدر تقابله يقدر إنه هو في مفهوم غامض عايز يستوضحه من الأستاذ بتاعه كل هذه الأشياء طبعاً يعني بنجد إن هي مشاكل يجب التعامل معها بحذر وينبغي التنوع في الأساليب التعليمية مم. يعني إحنا ده إدانا حافز إن إحنا ننوع في الأساليب التعليمية اللي بنشتغل بيها وننوع في طرق آه واستراتيجيات التعليم ليه؟ لأن الناس المتواجدة على المنصة في ناس ما بتحضرش. الناس دي هل وفرت ليهم البديل؟ يعني احنا دايماً إدارة الكلية تحسنا وإدارة الجامعة على توفير البديل غير المنصة التعليمية. أنتوا <applause> أنتوا هتشتغلوا المحاضرة بعد ما تخلص هتعمل إيه فيها؟ احنا بنقوم بتسجيل المحاضرات يعني بنشتغلها على المنصة التعليمية، بنقوم بتسجيلها صوت وصورة على المنصة التعليمية ورفعها على المواقع. ممكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اكتر من وسيله بحيث ان لو الطالب دي الطلاب ما دخلش على المنصه التعليميه يقدر يرجع للمحاضره دي في وقت لاحق ويقدر ان هو يستفيد منها صح وده يعني عندنا كليه التربيه ما شاء الله يعني عندنا اداره ما شاء الله متميزه بيحاولوا جاهدين السعي في توفير كل احتياجات الكليه من من كافه نواحيها للتغلب على مشكلات العمليه التعليميه اللي بتقابلنا وعلى جائحه كورونا الحاليه وعلى الانظمه الجديده فباذن الله يعني انا متفائل بالانظمه دي ولكن محتاجين نزود العامل الثقافي لدى اولياء الامور ولدى ها. الطلاب ويعني لدى الجميع احنا محتاجين دورات تدريبيه لكل العاملين بالمؤسسات التعليميه تمام نعدهم ازاي يتعاملوا مع المنصات ازاي يتعاملوا مع المشكلات اللي بتقابلهم ازاي يبقى في سياسه البديل يعني انا مش عايز اعتمد على مصدر واحد بس في صح. اثناء التعليم لا ده انا الموضوع جائحه كورونا ديت جات لنا اه مفاجاه بس استفدنا منها كتير. استفدنا ان احنا بدا الناس في النهارده اكتر من 50% بيقدروا يتعاملوا مع المنصات التعليميه. يعني لحد من سنه سنه ونص بالظبط قبل جائحه كورونا احنا كان اغلب الناس في 80% ما بيعرفوش يعني ايه منصه تعليميه. ما بيعرفوش يتعاملوا مع المواقع اللي هي او وسائل التواصل الاجتماعي انهم يتفاعلوا معاها وياخدوا معلومه م. كانت الناس معتقده ان وسائل التواصل الاجتماعي دي هي وسائل ترفيهيه فقط وان انا اقعد اشيت مع واحد زميلي اقعد يعني اقول كلام غرامي لوحده أيوه. مش عارف ايه لكن النهارده بقى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في العمليه التعليميه ترك اثر كبير جدا وله دور ايجابي نقدر ان احنا نستفيد منه ونقدر ان احنا يعني نوظف وسائل التواصل الاجتماعي والمستحدثات التكنولوجيه دي نقدر نوظفها في جميع مجالات التعليم. النهارده طالب كليه الطب يعني بيتعلم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المستحدثات التكنولوجيه. امم بيتعلم منها انه يقدر يشوف فيديو لعمليه جراحيه بتجرى بيقدر يكتسب خبرات ومهارات منها. اكيد طبعا. كان ممكن الكلام ده ما يتمش يا دكتور وائل الكلام ده كان ممكن ما يتمش داخل المدرج يعني النهاردة الطالب أيضا المحاضرة يعني من إيجابيات النظام التعليمي الجديد إن أنا عندي المحاضرة دي مسجلة وموجودة يقدر يطلع عليها مرة واثنين وعشرة طيب المحاضرة لو فاتت منه في أثناء وجوده داخل المؤسسة التعليمية كان يقدر أنه يعني يستعيدها تاني ولا كان يقدر يصل يعني لو في كلمة عدت منه طالب موجود معايا في المدرج كان سرحان ولا قاعد بيتكلم مع زميله كان ممكن ما يعرفش الدكتور قال ايه او المعلم بتاعه قال ايه فالنهارده المحاضره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التعليميه اصبحت تسجيلها بيعود بالايجاب على قد ما في مشاكل على قد ما في ايجابيات للعمليه التعليميه ده. طيب ننتقل برضو لدكتور وائل وكنا عايزين نعرف من حضرتك العامل الاسري اللي المفروض الاسره تتبعه علشان يعني نسبق شوية الأحداث اللي احنا فيها هو أنا زي ما قلت في البداية إن إحنا علينا دور كأسرة إن إحنا نواجب التغييرات اللي بتحصل نواجبها بشيء زي ما هي لأن إحنا مش قدام أمر يسمح لنا إننا نحل المشكلة بالعكس إحنا قدام أمر يسمح لنا إن إحنا <applause> نتعامل مع المشكلة إن إحنا ناخد المشكلة دي ونحطها في إطار إنها نقطة قوة مش نقطة ضعف يعني زمان كان الطالب بيروح المدرسة وبيرجع لمامته بكتير قوي عنده فولو اب الام بتعرف منه هو حصل ايه ممكن الميزة <applause> بتاع هي بتنقل اب ده هو وجهه نظر المدرسه ما فيش اي وسيله تواصل تانية للام النهارده بقى في عندي منصات تعليميه بقى في عندي فيديوهات على السوشيال ميديا او على الميديا عموما سواء كانت تي في او راديو او 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 صحف الكترونيه او مطبوعه هقدر من خلالها اعرف الكاتيجوري او الاليه اللي احدد بيها الطفل بتاعي ماشي كويس ولا لا الام هنا عليها انها تهتم بعمليه مهمه جدا الا وهي عمليه التعلم مش عمليه الانتقال الدراسي أيوة. عمليه الانتقال الدراسي دي هتتم هتتم ودي مش قضيتك دي قضيه المدرسه انت مهمتك انك تفول الولد انك تتابعي الولد أن هو يعني يتحصل على المعلومة بشكل حقيقي، يتحصل على المهارة بشكل حقيقي، وبالتالي يخلود يتحصل على القيمة، لأن زي ما قلنا إحنا طبعًا عندنا مشاكل في الأونلاين ليرنينج اللي هي الدراسة الإلكترونية الإلكترونية ألا وهي إن أنا فيش تواصل وتفاعل بيني وبين زملائي في الفصل، وده مهم جدًا، لأن التواصل في الفصل بيعمل حالة من حالات الانتعاشة العقلية التشجيع ده أهم حاجة بالظبط، برافو عليك، التشجيع المستمر كمان لو تف... لو تفتكري وانت قاعده مع زميلتك هتلاقي هي قالت معلومه دي قالت فكره ده قال حاجه اكتسبنا خبره من بعض برافو عليك اكتسبنا طيب. خبره من بعض افكارنا تواصلت ما مع بعض مهاراتنا اتحدت واختلفت وتنوعت مع بعض انا مش هقدر اعمل ده وللاسف في ظل جائحه كورونا هفقد ده مم. لكن مهم جدا ان انا كمان ما افقدش ايه التعلم تعلم طيب. فبالتالي الام لازم انها تعمل العمليه دي في البيت عشان تقدر تواكب المشكله اللي احنا فيها وانا دايما بقول احنا في ظروف استثنائيه فلابد كل قراراتنا وكل اتجاهاتنا تبقى استثنائيه نرجع لدكتور ياسر وكان دكتور ياسر عنده موضوع عايز يتكلم فيه أوه. الا وهي ال النازله اللي مشكلة هي مشكله طلعت ونزلت المرتين طلع. بما اننا في الصندوق يعني <applause> <applause> أيوة. في الصندوق فنطلع حاجه طيب جديده بقى <تصفيق> <تصفيق> طيب هو انا بس هصير موضوع مهم جدا جدا وطبعا في ظل توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناداته بتطوير الكرة والعمل على تطوير البنيه التحتيه في الدوله في طريق دائري اقليمي موجود بيمر بقريه سقاره مركز البدرشين محافظه الجيزه. الطريق ده هل يعقل ان هو يبقى في طلعه ونازله في كل البلاد وقريه سقاره اللي هو مركز البدرشين اللي فيه 11 قريه ما, ما تخدمش بالطلعه والنزله دي يعني كان في التخطيط الهندسي بتاع الإدارة الهندسية اللي قامت بالطريق الدائري الإقليمي ده كان موجود طلعة ونازلة على ترعة المريوطية، الطلعة والنزلة دي سقارة قرية سياحية من قبلة القرى على مستوى العالم كله، يعني قبلة السياحة تكاد تكون في العالم كله، وفي ظل الاكتشافات اللي بتتم داخل قرية سقارة الاكتشافات العالمية إنهم يطلعوا 120 تابوت أثري وإحنا محتاجين إن إحنا ندخل قرية سقارة في عملية التطوير الحالية ضمن ال 1500 قرية. التطوير ده بيعتمد أنا النهاردة إزاي الجروبات السياحية أو الشركات السياحة أنا النهاردة ما عنديش طلعة ونازلة. مما يستدعي إن أنا النهاردة عشان أطلع أكتوبر محتاج إن أنا أروح حلوان أو البدرشين عشان أطلع الطلعة الدائري دي. طيب أنا بقول بناشد الإدارة الهندسية في القوات المسلحة بعمل طلع ونزلة كما هو موجود في التخطيط الهندسي او في الرسومات الهندسية هي كانت موجودة طبعًا. مين اللي عمل على الغاء هذه الطلعة والنزلة احنا عايزين بس نشوف يعني رئيس الدولة وجه ب... برضه احنا اسفين ما قدرناش ناخد من حضرتك ومعلش هنختم عشان وقت الحلقه طيب واسفين لدكتور وائل وشرفتنا لا لا. <applause> واسفين لدكتور ياسر وشرفتنا اه انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم في الصندوق شكرا